تيه رامزاده مترخون في جونجا. صوتي بيروح طبعا، ليش انا قاعد اتكلم عن فنان محبوب، فنان يعني عشق الجمهور بشكل كبير لدرجه انه كان يريد يوصل لموضوع سوبر ستار، لكن هو اعتقد ما اعرف مشكلته مع الاعلام، بس هو الفنان هو اصلا انا بعد احبه وايد. درمندر، مثل ما في زمننا ابطال نحبهم ونعشقهم، هذا درمندر كان بطل في زمن ابائنا، ولو تسأل أي شخص كبير يعرف من يكون درمندر. بيت درمندر مثل ما تلاحظون هذا هو. درمندر مش موجود حاليا للأسف يعني. درمندر نية كرفة؟ هي؟ هي نية؟ بطادو؟ مستحي ما أعرف قبل شو قبل تصوير قالي ما حل. سني وبوبي ديولي يعيشون مع بعض. هما مالني اللي هي زوجته الثانية عايشة في بيت لحالها، بيت الحب.